هذه يا سيدي انا شفتو، انا كنت خدام في واحد الطوموبيل هنايا وشفتو في فيديو داز من هيدا ودوزوا من الداخله اخرى وشي اللي كاين مرضي. السيد هذا ولد عزيز علينا بزاف، باباه كان تغدى عنده بعد هي الاولى، والولد هذا خصو هذاك السيد اللي عمل له الشيء هذا خصو الاعدام. انا بدي لكم شو نقص له بصراحه هي هذه، ولله ولله راجعون. من الناحيه ديال هذا السيد مين هو اش من بلاصه؟ ما كيقولوا هما مقصر كبير، مقصر كبير انا ما عرفوش، ولكن الناس اللي كيهضروا سمعت انا الهضره قال لك مقصر كبير. قال لك شي اصدقاء كيقول بلي كاين شي ناس تشاركوا معاه في الجريمه عموما. قال لك من شي ثلاثه بيهم مساكنين فهاد الخربة هادي اللي هنا فهاد الرياض اللي هنايا، ثم دخلوا وتكرفصوا عليه وقتلوه الله اعلم كيفاش عملوا له. المهم حنا شفنا داك الشيء يعني السيد كان دايز عادي انا شفتو عادي، ولكن ماشي شفتو مباشرة. انا كنت خدام في واحد التاكسي هنايا، شوف في فيسبوك شفتو دايز ولد حق قندورة ونيد راس، يعني تشوف داك الشيء هذاك ما تقولش زعما انا داك الشيء اللي فيه داك الشيء هذا. الصورة ديالو منتشرة حاليا. شفتوه ولكن ما ضحاش بزاف، شوية مضبة، ولكن في الجهة أخرى قال لك وضحوه مزيان، يعني شافوا هذاك الولد هذا كيفاش عامل كيفاش، ولله الراجعون والله يرزق الصبر لوالديه وصافي ماشي اللي